بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي أسرة تحرير جاك في إم، وسوف يكون هذا التسجيل موجود على قنواتنا في التليجرام. كما عودناكم، المجلة جاك في ام صوتية، أما المجلة التي ستصدر إن شاء الله الورقية فيكون فيها الرابط للقنوات والمواضيع، وأيضا ذكر البث المباشر لكل قناة. الآن البث التجريبي مثلا في قناة ثقافة التعليم في التليجرام أو هاشتاج EDUG8 ثقافة التعليم، وأيضا في قناة واتساب 0111453353VM، وأيضا في صوت العرب من غزة، وفي عمو تل، وفي دوري مامز، وفي مريم تلمي، وأيضا هاشتاج سبانا SPANA-storyboard، وأيضا في فوز أب باتشيلني هاشتاج فوز أب باتشيلني، وأيضا فانا أو سي SPANA-55-storyboard50,000، وأيضا في فوز أب باتشيلني هاشتاج فوز أب باتشيلني، وأيضا OC ميكسي 55 أو 550,000. هذه 10 قنوات في البث التجريبي. أما في المجلة سيكون هناك أكثر من 10 قنوات، مثلا ستكون معنا في هذا الفيديو قناة جديدة، طبعا تشاهدون في هذا الفيديو أو تشاهدون هذا الفيديو على اليوتيوب، وهي رسائل للفريق وأسرة التحرير. نقرأ لكم عن هذه القناة الجديدة بعنوان هاشتاج مثلج تلمي، وهنا التزمنا بالنطق العربي والعنوان في الأعلى، وعندنا 3 أعمدة والرابع تحت ال3 أعمدة، فالتزمنا معكم في ذكر العنوان في الأعلى على الصحيفة، وهو هاشتاج مثلج تلمي، بعدين مكتوب تلمي مشروع، طبعا يو بعدها أكبر من على أساس تنطق عاه مشروع، وهذه اللغة العنوان يعني إن شاء الله ستكون أعلى صحيفة، وهو هاشتاج مثلج تلمي يعني أي حرف بعدين مكتوب تلمي مشروع أو أصغر من معناته فيه، طبعا يو الحرف هذا غير موجود بعدها أكبر من على أساس تنطق عاه مشروع، وهذه اللغة
يعني إن شاء الله ستكون دارجة ونتعود عليها. يعني أي حرف بعده أكبر من أو أصغر من معناته في الحرف هذا غير موجود في اللغة الإنجليزية، فهي لغة عربية مكتوبة بالأحرف الإنجليزية، وهذا مبين في الثلاثة الأعمدة. فتلمي مشروع لحوم، الإتش بعد أكبر من لحوم جافة، بعدين مكتوب دراي ميت ريفجريتر، دراي ميت ريفجريتر. طبعا ممكن تكون موجودة أخطاء الآن ما تتم تعديلها، لأنه هذه الإنجليزي نأخذه من الثلاثة الأعمدة. فالنطق بالعربي قال لي، يعني نطق اسم القناة أو الاسم لأنه هو مختصر، فمعناه قال لي مشروع ثلاجة لحوم جاف. فجينا هنا كمان بالعربي كتبناها باللغة العربية بالعمود اللي على يمين القارئ، ثم كتبنا النطق بالعربي كمان بالأحرف اللاتينية، فقلنا تلمي مشروع ثلاجة لحوم جافة. أما في العمود الثالث فأرابيك فور يو، هذا طبعا النسخة داعمة لكتاب أرابيك فور يو سيفن. ثم كتبنا النطق بالعربي كمان بالأحرف اللاتينية، فقلنا تلمي مشروع ثلاجة لحوم جافة. أما في العمود الثالث فأرابيك فور يو، هذا طبعا النسخة داعمة لكتاب أرابيك فور يو سيفن، لكي ينطق أي أحد اللغة العربية صحيحة، وأيضا في ترجمة للمعنى English meaning. فمكتوب tell me project، هنا مشروع صار project of refrigerator، يعني مشروع ثلاجة of ثلاجة، ثلاجة لحوم of meat، بعدين made، يعني كلمة made عشان توصل made dry يعني تكون جاف، لأنه لو قلنا meat dry باللغة الإنجليزية ما هي مفهومة، ففهمنا فوضحنا قلنا meat made يعني صنعت جاف. وفي الريفجريتر أيضا هناك بالعربي بس ثلاجة أو ثلاجة، لكن قلنا الريفجريتر أوف للحوم الجافة. هنا طبعا نقرأ ما كتب في العمود الرابع اللي هو بالعرض، فقلنا إن قاد في إم إيشيو اللي هو XI 5 4 صفار، هذا هو الإشيو أو النسخة التجريبية، يعني أول نسخة بعدها إن شاء الله اللي حتصدر في معرض الكتاب أو بعد شهرين قصدي، يمكن هذه حتكون متوفرة في معرض الكتاب، تكون 5002، وبعدين طبعا ممكن تكون أربع نسخ بعدها فتصير
اللي هو XI 5 4 أصفار. هذا هو الإشيو أو النسخة التجريبية، يعني أول نسخة بعدها إن شاء الله اللي حتصدر في معرض الكتاب أو بعد شهرين قصدي، يمكن هذه حتكون متوفرة في معرض الكتاب، تكون 5002. وبعدين طبعا ممكن تكون 4 نسخ بعدها، فتصير بعد 2 4 بعدين 5 بعدين 8. فاستمر في القراءة واشرح بالعربي. فقلنا في مجلة جاك في ام الصوتية، النص المكتوب ارتكل هو هاشتاج مثلث تلمي، والمحتوى موجود في التليجرام شانل، في قناة التليجرام، يعني نفس الهاشتاج مثلث تلمي موجودة على أو قناة اسمها في التليجرام. طبعا ستبدأ القناة في البث المباشر، فكل مثلا يوم في الأسبوع في بث مباشر مدة ساعة أو ساعتين لهذه القناة، طبعا في المساء، ولا يسجل، يعني ليس يتم تسجيله إلا تسجيل في الاستديو، على أساس بعد كده اللي عنده المجلة يقدر يدخل عليه. أما من يحضر البث فهو يتابع، أتمنى طبعا يحضر البث مئات. بعدين قلنا the complete detail for mega project of، يعني في هذه القناة في بعد كده الكامل عنده المجلة يقدر يجي المشروع. أما من يحضر البث فهو ضخم يتابع، أتمنى سميناه great apparatus great مئات. أي بعدين قلنا the complete detail for mega project of، يعني في هذه القناة في التفاصيل الكاملة للمشروع الميجا بروجكت، مشروع ضخم، وسميناه Great Apparatus Green، أي جاك أو فكرة جاك. فهي أن نبدأ سوق جديد أو أسواق جديدة للبن الأخضر ولل ايضا البينز مثل الفول والحبوب مثل الجرين والقمح والشعير، وايضا منتج اللحوم المجففه. وذكرنا من الحج بالإجرام، لانه المصدر حيكون من الحج اللي هي الاضاحي، الأضحية في الحج، يعني ممكن نتمنى أنه يشارك في المشروع 100,000 أضحية، على أساس قيمة الأضحية 1,200، بس يكون المشاركين 20 يدفعوا 5 أضاحي، بعد كده يتم دعمهم يعني من العائد، إنه يكون أضاحي طول السنة، طول العام، طول عمره، يعني يتم التضحية لين يتوفى، يعني يدفع 5 سنين بعد كده ما يدفع، يعني لو عاش 20 سنة المشروع يخرجه عنه. فقلنا من الأضاحي طول السنة، طول العام، من الأغنى، طول عمره، يعني يتم التضحية لين الريال يتوفى، يعني يدفع 5 سنين بعد كده ما يدفع 200 جنيه، عاش 20 سنة مصري المشروع يخرجه عنه. فقلنا من
الأضاحي من الأغنام على أساس أنه 1200 ريال أو 7200 جنيه مصري اللي هو السعر الثابت، لأن اللحوم بتغلى. فنحن ثبتنا السعر، وطبعا في فائدة للمشاركين لو شاركوا إن شاء الله، يعني نفتح الباب إلى 100,000 ذبيحة في الخمس سنين، معناته عندنا 20,000. المشروع حيدعمهم بحيث أنه كل مرة ياخذ ثلث الذبيحة، سواء قيمتها من اللحم المجفف أو اللحم المجفف. طبعا الذبيحة لو كانت 20 كيلو تعتبر وصارت في علب، فتقدر وزن العلب لما يجفف تكون وزنها أخف، وممكن تكون 8 كيلو أو أقل أو أكثر حسب الوزن. فأنا عشان لا أطيل نترك للحلقة أخرى إيش كان الدافع للمشروع، لأن اللحم بيزيد سعره، فهو توفير اللحم. طبعا في لحم اللي هو حق الفدي، الفدو، هذا لازم يكون لفقراء مكة، فحيصير إن شاء الله بالكامل. واحد يقدم اشترك 5 سنوات، يصير له حج بعد 5 سنوات، يكون متوفر ويكون في رصيده. طبعا نحن بنطلع الثلث من الأضحية للفقراء، فقراء مكة أو المشروع في المدينة، فبين مكة والمدينة. وهنا الفقراء اللي هم أتوا الحج كل مرة ياخذ ثلث الذبيحة، سواء قيمتها من اللحم المجفف أو اللحم المجفف. طبعا الذبيحة لو كانت 20 كيلو تعتبر وصارت في علب، فتقدر وزن العلب لما يجفف تكون وزنها أخف، فممكن تكون 8 كيلو أو أقل أو أكثر حسب الوزن. فأنا عشان لا أطيل نترك للحلقة أخرى إيش كان الدافع للمشروع، لأن اللحم بيزيد سعره، فهو توفير اللحم. طبعا في لحم اللي هو حق الفدي، الفدو، هذا لازم يكون لفقراء مكة، فحيصير إن شاء الله بالكامل. واحد يقدم اشترك 5 سنوات، يصير له حج بعد 5 سنوات، يكون متوفر ويكون في رصيده. طبعا نحن بنطلع الثلث من الأضحية للفقراء، فقراء مكة أو المشروع في المدينة، فبين مكة والمدينة. وهنا الفقراء اللي هم أتوا الحج أو زاروا المدينة، فحيكون في سكن لهم وكذا، يعني ضيافة ممكن تكون يعني بسعر رمزي، مثلا لو كان السرير ب100 ريال يصير ب20 ريال، وكمان عنده اللحم موجود. طبعا المشروع ده جدا هام ويعتبر سوق جديد. شكرا على حسن استماعكم، وأتمنى المواظبة والدعوة لحضور البث المباشر، لأنه حيكون مستمر حتى لما تنزل المجلة، يعني مش لازم تستني المجلة، بس ما في إعادات.